حياكم الله، أنا أحمد خليل وهذه حلقة جديدة من المهمة. اليوم وسط كل هذه المشاكل اللي نعيشها، اللي الشيء بقلوبنا، فشل، إخفاق، فساد، كذا، أكو لو فتشنا أكو منجزات حقيقية، أكو عمل، أكو جهد حقيقي، أكو مشاريع على أرض الواقع، سواء كان جهد الحكومات المحلية، الحكومة المركزية، المؤسسات، نقول هاي مسؤوليتهم. فتشنا فريق عمل المهمة، شفنا أفراد من مجتمعنا، أولادنا، أخوتنا في مختلف المحافظات العراقية اللي قدموا حقيقة ربما أكبر من اللي قدمته مؤسسات أو بعض الحكومات المحلية. نعم، أفراد أطلقنا عليهم لقب لكل واحد منهم أبو الغيرة. أبو الغيرة موجود في بغداد، في بابل، في النجف، في البصرة، بكل المحافظات. راح نختار ثلاث عينات بهذه الحلقة، راح نقدمهم في هذه الحلقة الخاصة اللي عنوانها أبو الغيرة. خلي نبدأ الرحلة ونشوف منو أول واحد اللي أطلقنا عليه لقب أبو الغيرة. هذا هو ألف دينار. إذا تريد تشتري شيء بالألف دينار ممكن تشتري كيلو طماطة، ممكن لفة فلافل، ممكن باكيت جقاير، يعني مو أكثر. هاي بالحسابات الطبيعية، لكن حسابات واحد من شبابنا اللي عنده حلم يبني وطن للفقراء، هذا الألف دخل أساس. شنو سوى هذا الألف؟ يعني لحد اليوم هذا الألف اشتغل 190 دار للفقراء. اي سوى العجايب هذا الألف بحسابات شاب اسمه سيف، سيف عباس قطوف، مفوض في وزارة الداخلية. اجا في باله حلم واشتغل على هذا الحلم، داية اول دار، ثاني دار، وصولا الى هذه اللحظة 190 دار. شلون؟ ألف على ألف من جمعين، شلون اشتغل حتى وصل لل 190 دار؟ احنا الآن متابعينا الأحبة في محافظة بابل قضاء الشومل، وراح نتعرف على كل هذه التفاصيل، واحنا بآخر مشروع لهذا الشاب سيف خلال الألف اشتغل مدينة كاملة. تعالوا يا مشروع الألف دينار شلون بدأ؟ شو وقت بدأ؟ مشروع الألف دينار هو بدأ فكرة منذ الطفولة، يعني كنت أنا صغير كنت أتمنى أكون بمكان أقدم به خدمة للناس. دائما يسألوني أصدقائنا من كنا بالابتدائية يقولوا شو تصير؟ أقول لهم كنا أصير بمكان أقدم به خدمة للناس. يعني ولد بعد ما عبرنا فترة المراهقة بال 2019 وصرت أصبحت أحس نفسي أنا يعني ناضج إني أقود هيش مشروع إنساني. ثلاث سنوات. إي نعم، النية صافية، ما حد يعرف النية غير رب العالمين وصاحب النية. والحمد لله والشكر طلقنا مشروع إنساني تحت مسمى مشروع الألف دينار بال 2019. وديت أجمع ألف وألفين دينار كل خميس من محلاتنا، مدينة الشوملي، قضاء الشوملي، محافظة بابل. وبدت بعشر محلات وخمسين محل، لمن وصلت تقريبا هسه 120 محل. أول ألف جمعت كنت متخيل أنه راح يصير هذا الشغل؟ لا، بس كنت أنا واثق كل الثقة أنه راح أصل يعني بنقطة بعيدة بهذا المشروع، لأن كانت نيتي صافية، هدفي أنه يساعد الناس. من 2019 2022 صارت ثلاث سنوات بداية عملك مشروع الألف دينار. هذا المشروع ثماره شنو؟ هذا أول مدينة لو شو قبل ما نسولف عنها؟ هذا ثالث محطة. هذه ثالث محطة؟ نعم. الأولى شنو؟ الأولى كانت منازل متفرقة تبنيهم 65 دار. من ضمن اشتغلنا بالمحافظات 65 دار. بعدين تعرف مشروع الألف دينار هي فكرة قاعد ننمي بها يوم بعد يوم، فحولت من منازل متفرقة إلى مجمع سكني العام الماضي 2021. يعني بعد انطلاق من مشروعنا سنتين حولت مجمع سكني 25 دار. فأول أول سنة 65، أول سنة 10، أول سنة 10، ثاني سنة 2020 18 دار، 18، ثالث سنة 2021 44 دار. أيه. رابع سنة اتجهت على هذه المدينة. أرادنا حاسبة شباب بس حتى نعرف الأرقام وين زين. الحمد لله.
هذا المشروع مجمع سكني. نعم. للفقراء. نعم. كم دار هنا؟ 100؟ هذا مو مجمع سكني، هذه مدينة متكاملة. مدينة متكاملة. نعم. أول ما وضعت الميت دار، ففكرت إنه هذه الميت دار راح نخليها اليوم هذا فقير. بس لحظة نسولف. نعم. هذه. المجموع يعني نطينا أجيب حاسب له أحسب وأحسب وراك. هذا شيء مهم، هذه نقطة مهمة الدور. قبل ما نسولفها من 2019 لليوم الألف دينار كم دار سوى؟ بنا 90 دار كمحطتين. ايه؟ يعني وهذه وجبة جديدة 100 دار، يعني 190. نعم. خلال 3 سنوات كرت انه اخلي مستوصف صحي نموذجي، يعني اكو مركز صحي هنا. نعم. نسبة الانجاز مالته 95%. ما شاء الله. فقلت انا ذولا اذا اريد نخليهم مثلا الطلاب، يعني هاي راح تستقبل اكثر من 700 طفل، هذه شلون؟ هذا اذا عنده خط يعني تاخذ سيارة فد 100,000 او 150,000 شهريا، هو فقير ما عنده. احنا دائما نركز وننطي دار للعوائل هي اللي اصلا ما بها معيل واللي هي اصلا ما تستلم راتب. فوفرت له مدرسة. وفرت له مدرسة نموذجية مكونة من 12 قاعة دراسية، مساحة القاعة الوحدة 8x5، ومخازن وإدارات ومجمعات صحية ومصلى أيضا داخل المدرسة، وروضة نموذجية مكونة 2 قاعات تعليمية وورش أيضا صناعية. احنا اليوم يعني هذا هم راح يكون به رب عائلة، فنوفر له باب رزق. خلينا لهم ورش حديد وخلينا نجي ندلل عليك احنا اليوم. نعم. ندلل اكو حدايق اكو شير احنا. طبعا مو انت اليوم لازم تحفظ كرامة الانسان وتوفر له الجو المناسب والملائم للعيش، مو المهم سيف، مو المهم سيف بنا بيت وخلاص سيف انجز فد 100 بيت. انت سيف هنا هسه موجود بالمجمع هذا بالمدينة المتكاملة، موجود بها مدرسة، موجود بها روضة، موجود بها مركز صحي، مساحة خضراء، مسجد بعد، مساحة حديقة، مساحة خضراء وسط المدينه راح تشوفوها، مراقب للسيارات كبيره ايضا، يعني حسبنا حساب هذه الناس اللي تجي على الدوائر، يعني ما يصير توقف في الشارع ويصير عمل تخبط، لا يكون مراقب خاص بها. كذلك ملعب كره قدم 7 سباعي، لان اليوم هذه الاطفال، هذه المدينه راح تستقطب اكثر من 700 طفل، لازم توفر لهم الجو المناسب. زين. حتى ما يختلطون بال يعني المجتمعات السلبيه. مدرسه، مركز صحي، روضه، مسجد، حديقه، ملعب خماسي. نعم. مراقب للسيارات، اسواق، محطة ميارو، محطة ميارو، حلاقة، محلات، يعني ضفنا محال موجودة داخلها. نعم نعم. يعني ما شاء الله. تو انت توصل؟ اريد اوصل اولا يعني الحلم، حلمنا بسيط ان شاء الله، هو الف وطن الايتام والفقراء. الف دار؟ نعم ان شاء الله، مو بعيد على رب العالمين. احنا اليوم نقارن الالف دار بقدرة رب العالمين، نقارن الالف دار بكرم العراقيين، لا نقطب في بحر. الحلم الاول انه نوصل للوطن الايتام والفقراء، والحلم الاعظم انه تكون عندي مدن مثل هذه المدن، مدن مصغره، عمل بسيط مثل هذا العمل بكل محافظه عراقيه. شو وقت تتوقف؟ من ينتهي الفقر بالعراق او الله سبحانه وتعالى ياخذ من يد سيف، ياخذ امانته. راح تبقى انت تشتغل؟ اكو احلى من عمل خير، انا اصلا اذا اضوج اجي ادخل بهذه المدينه ارتاح. كم يوم بالاسبوع تشتغل؟ انا ما قاعد اشوف منازل متفرقه. كم يوم بالاسبوع تشتغل؟ على طول الاسبوع، يعني من 5 الصبح ل 12 بالليل يوميه. يوميا من 5 الصبح؟ 5:30 الصبح. عندك جمعة؟ عندك عطلة؟ لا لا ما عندنا، هو عمل خير، حتى الجمعة اللي الناس تاخذ بها استراحة تقول للعبادة، احنا انا ما قاعد اشوف منازل. بس لحظة، انت شاب، ايش قد عمرك؟ انا 32. 32 سنة. نعم. يوميا تشتغل من 5 الصبح؟ نعم. ل 12 بالليل. لا جمعة، لا عطلة، لا راحة، اهلك لهم. نعم. حق عليك يردوك؟ لهم حق، ونشوفهم، ومصير صار عندي مجال، رحت شفت العائلة، شفت الحجية، بالليل مثلا اروح اشوفهم، والاهل مقدرين هذا الشيء، يعني الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية، يعني حتى من يصير عندي استراحة واروح اقعد يمها ويقلبوا لها بالايباد اشوف الشغل، الناس كاتبه شيء معلقة، لا تقوم تبكي من الفرح. تبكي. اي طبعا، زرعت وحصدت الحصاد اللي هي تتمناه. هذا التجمع اللي جاي تشوفوه هي فزعة، بس ما عندهم مشكلة ويا واحد، عندهم مشكلة ويا الفقر، هي فزعة ضد الفقر. هذا المشروع يوفر 180 فرصة عمل، اللي جاي تشوفوهم شواديد ضد الفقر. هذا المشروع، هذا المجمع السكني وهذه المدينة المتكاملة توفر فرص عمل ل 180 عائلة موجودة. فهسه وقت الاستراحة، تعالوا خلينا نشارككم هذه اللحظات.
دينار سوى وطن للفقراء. كان حلم وصار واقع. احنا شباب ندعم هذا المشروع. نتعب حتى الفقير ارتاح ويصير له وطن. شوف واحد احيانا الله من طيب مان عليه ويجي يتبرع مره، مره يشتغل مجانا، مره يقدم خدمه بهذا المجتمع، الله يوفقه. شوف انسان اكثر البشر كرم هم الفقراء. شوف شخص دخله محدود جدا عنده سيارته اللي يا دوب يطلع الخبزه مو صحيح مصرف اليوم، لكن هو يوميا يجي ويشتغل ويشارك سيف بهذا المشروع. وصار له اليوم مش وقت بعدنا من اول يوم بدا المشروع، يعني من اول تاسيس المشروع اكثر من 3 سنوات. اكثر من 3 سنوات اللي انا ما فارقته لحظه سيف لحظه. اي والله يوميه وياي، اي وقت يخابرني بالليل حتى نوبات ب11 بالليل بالعشرة بالليل ايه؟ اوفر له عمل. تريد فلوس منه؟ لا بالله بدون فلوس، اوفر له عمل بدون فلوس على, على على في سبيل يستمر المشروع. انا هسه سالفت وياك، سالفت ويا سيف انتهت. ايه سالفت وياك ابو عدنان ان شاء الله. انت كاسب كاسب على قد حالك صح. زين هاي سويورتك هاي البسيطه صحيح. زين تروح تشتغل تستفاد منها فلوس كذا، ليش مجانا جاي تشتغل؟ اشتغل مجانا لان انا عندي بداخلي حب لهذا الشيء، لهذا العمل. اي أيوة والله هذا العمل خير للقدمه للفقراء والايتام. زين يبقى وقت عندك يوم يومين تشد على عيالك؟ اي عندي وقت، يعني من يصير عندنا مجال من يصير عندنا فراغ اروح اشتغل على باب الله استفاد به، مصرفي للسياره تاير بنشر غاز دهن. ايه وش وقت ما يخابرني سيف يلقاني قدامه. يلقاك. اكو يوم فارقته هناك؟ لا ابد ولا يوم افارقه. ولا يوم؟ اي والله. الو بعدنا انا اريد اسمنت. بالدقيقه انا يمه يعني ما بها مجال. يعني جهدك وجهد سيارتك؟ كل جهدي وجهد سيارتي وفي وقت راحتي بالعشرة بالليل بال11 بالليل. ايه وش وقت ما يخابرني انا يلقاني قدامه. يلقاك قدامه. اي هاي حب يعني بغريزه بداخلي لهذا الشغله. العمل الخير. اي والله. العمل التطوعي. اي صح. عنوان ثاني لأبو الغيرة، جانا المحافظة نجف الأشرف اللي ولد علي مثل ما يقولون ينقطون غيرة. أبو الغيرة اللي يتصدر دائما هاشتاج لكل عمل تطوعي يشيد به صغار قبل الكبار، ابن النجف البار حاتم الماضي. بدأ شغله أنا عرفه من قبل هذا الموعد، بدأ هو بال2017 لل2022 مستمر. اليوم جايب انا حاسبه حتى نبلش نحسب المشاريع او المبالغ اللي صرفها من جيب الخاص حاتم الماضي. وهذه المشاريع تخدم اهالي النجف، مشاريع ترفيهيه، مساحات خضراء، الملعب اللي متواجدين به حاليا وغيره من الملاعب. وبعد اللي اتذكرها انا من زمان ما شايفه، ارحب بحاتم الماضي. حياك الله استاذ حاتم. الله يحفظك عزيزي استاذ احمد، شرفتنا اليوم. مشتاقين لك. الله يحفظك. الله يحفظك. انا جاي طلعت الحاسبه مال التليفون من 2017 اليوم اريد احسب كم مشروع مشتغل، طيني والرقم اللي صرفته. حبيبي استاذ احمد، يعني عام 2017 انا بلشت اشتغل مشاريع تطوعيه للنجف. اي وحوالي بهاي المده من 2017 ل 2022 10 مشاريع تطوعيه كبيره في المحافظه اللي هو من جيبك الخاص. من جيبي الخاص وباموالي الخاصه، وما ماخذ تبرعات ولا دينار ولا فلس ولا من جهه داعمتني ولا من مواطن داعمني ولا من اي شخص داعمني. بالعشر مشاريع. بالعشر مشاريع. انت اشتركت مشاريع اخرى بالتصميم والكذا؟ احسنت، اشتركت ببعض المشاريع اللي نفذتها للجهات الحكوميه اللي مشروعا اللي هن موجودات حاليا منتزه الكوفه العائلي ومنتزه حسن شلاب الرياض، اشتركت بهن تصميمهن وتنفيذهن مجانا، هم ما اخذت مقابل عليهن. بس باقي المشاريع العشره ذنش لا، تنفيذ والتصميم والاموال من اموالي الخاصه. نحسب؟ نحسب. يلا واحد. مشروع السفير التطوع اللي كان هو اول مشروع لي اللي بين ميثم التمار ومسجد الكوفه، هاي المنطقه كلف حوالي 80 مليون. 80 مليون زائد
مشروع شارع المعمل اللي صاير بداية شارع المعمل بداية شارع كوبا نجف وانت نازل، هذا كلف حوالي 16 مليون دينار عراقي زائد هم من أموالي الخاصة. بعد هذا المشروع مشروع عندي بحي كندة كلف حوالي 20 مليون دينار. بعد بعد هذا المشروع بلشت اشتغلت مشروع قبل فترة بحي 17 تموز على مساحة 5000 متر مربع كلف 15 مليون دينار. بعد ذن المشاريع عندي مشروع المختار اللي هو قريب مشروع السفير كلف حوالي 18 مليون دينار. بعد ذن المشاريع صار هسه عندي توجه للساحات الرياضية، عملت وهذا واحد منهم اللي انت واقفين بيه. بلشت اشتغل مشروعين نموذجيات رياضيات للشباب نموذجيات، وهاي كان اللي بيها غاية وقصد، لان اغلب الشباب بالمحافظة جاي يحاربون وجاي ياخذون ساحاتهم. فانا جيت الهدف منها من اعمالي جيت مكه بالنفايات حولته الى ملعب رياضي. قد كلف؟ كلف 35 مليون دينار عراقي زائد مشروع بحي العسكري بالنجف اللي هو بعد اسبوع عن افتتاحه كلف 25 مليون دينار عراقي. بعد وعندي اخر شيء هسه مشروع ملعب رياضي بذاك الصوب راح يبلش بيه ما يقارب ال 20 مليون دينار عراقي. هذا المشاريع اللي من اموالي الخاصه. هذا الرقم واضح اخوي اللي حاسبيهن 229 مليون تحاسبين اكثر يعني هو هذا الحساب اللي انا حاسبه 229 مليون مين يجيب فلوس؟ هاي الاموال اول ما بلشت انا بحملتي كان اعتمد على نفسي، كان عندي يعني اموال وعندي باب رزق غير الوظيفه، باب رزق عندي كنت اللي احصله من باب رزقي اصرف بمشاريع تطوعيه للمدينه بالخفيف، بس بعدين ما قدرت لان المشاريع بدات تتوسع. بلشت اشتغل بالقطاع الخاص، انفذ مشاريع بالقطاع الخاص والارباح اللي احصلها من القطاع الخاص اجي اصرفها على المدينه. يعني هذا اللي هسه انا جاي اشتغل عليه حتى اشتغل بالقطاع الخاص، انفذ مشاريع بالقطاع الخاص، انفذ مشاريع التصميم والتنفيذ بجهودي مقابل ارباح، يعني اخذ بالقطاع الخاص الارباح اللي احصلها بالقطاع الخاص اجي اصرفها على المدينه في سبيل اجمل مدينتي واشوف العوائل ترتاح واسوي فتشي راقي للمدينه. حتى من الماضي من 2017 لهذا اليوم 10 مشاريع 229 مليون رقم كلش كبير بدون توقف ووقت كلش هوايه، يعني بدون ليش؟ توقف كل هاي السنوات انا ما توقفت لا ليل لا نهار اخطط وانفذ وادور واجل المكان اللي كله انقاض افكر شلون اغيره اسويه مكان الانقاض الى مكان متنفس للمدينه. اللاي سنوات تشتغل تريد لك فد مركز تريد لك فد لا ما اريد، عرضوا علي هواي مراكز وعرضوا علي هواي اموال وعرضوا علي كل الجهات اللي موجوده كلها رفضتها. غايتي اسعد الناس، غايتي اخدم اهلي، غايتي اقدم شيء للمدينه، مو غايتي اريد اوصل للمكان، لو اريد اوصل للمكان كان وصلت. شو كنت تتوقف؟ ان شاء الله ما اتوقف، يعني بتخطيطاتي ما اتوقف الى ان ما اشوف مكان بزباله، ولا اشوف مكان بطمر صحي، ولا اشوف مكان بانقاض، باللي اقدر عليه ان شاء الله بكل مكان القى بيه انقاض ما اخليه انقاض. حاتم الماضي يتوقف بشرط انه يشوف مدينتنا بكل مناطقها نظيفه ما بيها نفايات ما بيها تمر صحي ما بيها. شرط قبل شويه قلت حاتم الماضي بضيافتي دخل احد الشباب يقول احنا بالرمادي خارج الرمادي يعني في حدود محافظه الانبار محتاجين مشروع يستعد حاتم الماضي يشتغل هناك مجانا. انا خدمتهم اشتغل مجانا. تشتغل بالانبار مجانا؟ كل مكان اشتغل، كل مكان بالبلد يحتاجوني بيه راح يلقوني اول واحد هناك وحاضر وداعم لهم، بس كون اللي موجود هناك هم الشباب يتعاونون معي. يقول انا حاضر حتى من الماضي ابن النجف انه يشتغل مشروع ان شاء الله بالانبار واشتغل باي مكان بالانبار وغير الانبار. زين هذا عفوا العشر مشاريع عندي استثمر الوقت نسولف اي العفو سلام. العشر مشاريع بالمناسبه استاذ احمد بس كلام تعرف هاي العشر مشاريع اللي انا صار خمس سنوات نفذتها باقيه تحت اشرافي وادامتي. هو يقول الادامه الصيانه الكذا هذا مهم، مو المهم انت شلون تنفذ المشروع هسه كل مشروع جاي يتنفذ يهمل ينتهي الاموال كلها تروح. المهم شلون تديم المشروع. انا هاي السنوات اللي نفذت بها المشاريع كل هاي المشاريع باقي مستمر بادامتها وايضا الادامه من اموال الخاصه. واللي مثلك هو اكيد محط اشاده من الجميع. حاتم كل صديقي فأنا مرات اعتب عليه يعني بس هو كلش وفي حتى من احنا بنسال عليه هو ياخذ له صح ست شهور اكثر يشيل التليفون شلونك شلون الصحه. فانت مشوف كل ست شهور تيجي تشوف حاتم لازم عده جديد اما ملاعب اما ساحات خضراء اما متنزهات فانت تفرح وكانه حاتم سال عليك كل يوم بهذه الفتره فتره غيابه فيستحق لقب ابو الغيره. الله يحفظك استاذ احمد تاج راس الله يعطيك
الأحبة وصلنا الآن إلى محافظة كركوك وتحديدا في أحد المناطق القديمة جدا، هذه منطقة القوريم، محافظة كركوك اللي تنبض بالغيرة العراقية. هذا واحد من الأماكن اللي افتتحوا 4 أشخاص، هي سالوفة، كانوا معزومين على غدا، سولفوا وفكروا بأي مشروع ممكن أنه يخدمون مجتمعهم، فالنتيجة كانت عن طريق افتتاح مطعم قدمون به يوميا على الأقل من 200 إلى 250 وجبة مجانا للفقراء. تعالوا يا إدريس، هذا المطعم داخل سوق القورية مثل ما جاي يشوفون، يعني يوميا المئات يجون إلى هذا المكان ويأخذون الغداء مالتهم، يأخذون وجباتهم اللي تقدم مجانا داخل هذا المكان. وبعد افتتاح هذا المطعم بفترة صار ازداد الخير عليهم، الأشخاص الأربعة، الأصدقاء الأربعة اللي قرروا يخدمون ناسهم وأهلهم، زاد الخير عليهم وصار أنه بإمكانهم يفتحون مكان ثاني ومطعم ثاني في منطقة أخرى داخل محافظة كركوك. هنا مثل ما جاي يشوفون بهذه اللحظات، يعني وقت الغداء أي شخص وخصوصا الفقراء يجون يدخلون إلى هذا المكان ويستلمون غداهم والصالة على هذا الجانب، يعني من المناطق الفقيرة اللي موجودة هنا، الكسبة اللي موجودين، الفقراء اللي ما عنده أصلا مكان، اللي ما يقدر حتى يشتري هذه وجبة الغداء بإمكانه أنه يأخذها مجانا. فتعالوا خلينا ندخل داخل المطعم، وهنا هذا المكان اللي جاي يجهزون به المطبخ، اللي جاي يجهزون به الوجبات، وعلى اليمين ندخل من هذه الجهة اللي هي الصالة أو قاعة المطعم. حجي محمود هو المؤسس، يا اهلا وسهلا، بالشرف لكم، جواك الله، حياك الله، اليوم واجبنا، اهلا، شلونك حجي؟ الله يسلمك عمري. طبعا شيء مفرح جدا، وبارك الله بجهودكم، ومشروع يعني خيري واجر وثواب وصدقه جاريه، هذا الحمد لله. سولف لي هاي شو وقت انجمعتوا انتوا وقعدتوا؟ انا قلت والله احنا 4 أصدقاء، اي، واربعتنا اصحاب مهن، يعني عندنا مطاعم. عندكم مطاعم؟ اي، اني وحجي ربيع وحجي محمد وحجي جنيد. زين، بس عندنا جنيد لا، عندنا مطعم ايش اسمه، عندنا معمل الالمنيوم. تمام. فقعدنا يعني ناكل فد وجبه اكل زينه، قلنا الفقير لا عاد ايش ياكل، احنا الله ما كنا الفقير ايش ياكل. الله. فبدت منا البذره، قال يابا نسوي هيك مطعم، قلت اذا اكو مطعم منطقه فقيره نسوي بيها. فهاي منطقه القوريه. قوريه. تجمع كل الاطياف. كل الاطياف. كراد وعرب وتركمان وحتينا مسيح. يجون ياكلون هنا. فهاي الشغله الانسانيه سويناها اول شيء مبادره منه وفضل من الله. اولا هي منطقه فقيره. نعم. وثانيا تجمع كل الاطياف. تجمع كل الاطياف. عرب وكراد تركمان ومسيح. تركمان ومسيح. نعم. كلهم موجودين هنا. كلها موجودين كل هنا. الطيف العراقي موجود. كل الطيف العراقي، وسوق قريب علينا ومصدر عمال قريب علينا، فنقول مثلا ضربنا عصفورين بحجاره. عصفورين بحجاره. فالحمد لله وفضل الله بدات الناس تدعمنا. والحمد لله اذا عاد قامت تجي تصورنا وهاي المبادره، اكو شخص اجى شافه راح بس ما يسوي نفسه نفس المبادره. إيه، اكو شخص اجى من اربيل سوى نفس المبادره. اها، طبعا بعدنا حج محمود. إيه، هذا المطعم يقدم 200 250 من 200 معدل. انا قلت والمطعم الثاني يوميا، المطعم الثاني تقريبا 500 وجبه نقدم يوميا. نقدم يوميا اللي يجون لحم، يوم دجاج، يوم لحم، يوم لحم مثروم، إيه؟ يوم ساده حسب اللي موجود. ها، بس الفقير كل شيء. الفقير يعني لو تم نعمة من الله، الحمد لله فضل ونعم. احنا نريد رضا الله ورضا المواطنين. لو 5 من دول 10 يدعونا بالخير نكون ممنونين ورحمة الله عليهم. ليش فكرتوا بهذا المشروع بالذات، انه غير مو غير مشروع، هذا تعب وطبخ ويومي هذا الشغل؟ والله حجي اذا تسوي صدقات فلوس تروح، ما تعرف الفلوس وين مصدرها. ها، اكو قسم تبذر الفلوس. صحيح. بس هذا مصدر رزق ياكله قدامك، يدعي لك بالخير وفي يوم الله. واكو عمال هنا يشتغل يوم يسترزق 3 أيام يسترزق. صحيح. وقاعد بفندق الله وطي، مطلوب أجرة الفندق، مطلوب أجرة الفندق. فأني ذولا كلهم مرت عليهم، قلت لهم عمي بفضل الله وكم واحد احنا سوينا هذا المشروع، اي، فإذا تجون تفضلون علينا، اي، نكون ممنونين. وهذا الحمد لله قدامك موجود، فاختاريتوا هذا يعني المطعم، منطقة مركزية ووسطية وبيها طبقة فقيرة كلش هواي، يعني هاي العمال كلها تجاك والأصحاب المحلات يجون، السواق، أصحاب الستوتات كلها تجي، كلها تجي هنا. اي، وما نقول لا يا كل صار من افتتحتوا هذا المطعم؟ هذا تقريبا راح يصير سنه. سنه؟ اي سنه. يوميا تشتغلون؟ يوميا ما عدا ايام الجمعه. ما عدا الجمعه؟ اي نعم.
لانه حتى سوق ماكو الجمعه، فانت ماكو الجمعه استراحتنا الجمعه لان احنا عندنا مطاعم مهنه، وهاي المهنه متعبه تدري يعني تقدم هذا الاكل وهذا ولو وجود يعني ابو مراد وعبد الله. حج اللي وياك متطوعين هم؟ عندي 5-6 متطوعين. متطوعين والرئيسين 3 وياخذون مبالغ كلش قليله. ها يعني الطباخ ما ياخذ 300 الف مو فلوس بالشهر. ايوه يقول اني يعني والمتطوع اللي يشتغلون اكو متطوع مثلا يجينا احمد ابو زيد يجينا ابو مصطفى يجينا اكو واحد احمد ابو اصدقائكم بعد الله يحفظهم اصدقائنا اهل المنطقه يجون شباب الله كلهم داعمين لنا داعمين المشروع بالجهد الما عنده فلوس يجيب جهده. شلون شفت الناس دعموكم اهل كركوك وكذا تبرعوا؟ اكو ناس تجيني تريد تسوي ثواب بس ما تنطر طريق الثواب شلون؟ ما تنطر يقول انا منطقه غنيه مثلا قاعد على طريق بغداد انطي الاكل انا ادري الاكل يروح للمكب للمكب يروح. اهلا عجي. عليكم السلام. اي يروح للمكب فيقول هنا الناس تاكل اشوفها تاكل وتزرزق وفي يوم الله ورحم الله والديكم الاجر واصل هنا اكثر. فناس تدعمنا بفلوس اكو ناس تجيب لنا غذائيه. شوفتك البراد ما شاء الله شفت خلي نشوف. اي بعيني تفضلوا شوف البراد المخزن يعني المخزن مالتنا احنا بهذه اللحظات حتى ما نقطع طريق اللي يجون. تفضل كل الهلا يعني الكسب اللي موجودين هنا ناس اللي تشتغل هنا الفقراء اللي موجودين هنا منطقة فقيرة الكل يجي هنا المطعم مائدة الخير حتى يأكل مجانا يوميا يوميا والمشروع صار له سنة من افتتاحه عدا أيام الجمعة وهذا الفرع نأكد يقدم يوميا من 200 إلى 250 وجبة مجانا ناحج محمود والفرع الثاني 500 وجبة يوميا مجانا للفقراء والمساكين. فخلنا ندخل تعالوا شوفكم المخزن اللي موجود هنا قبل ما نشوف شنو طابقين. شوف هاي الخيرات ما شاء الله طبعا كلها هاي المتبرعين وايضا جهودكم انتم وهاي المجمدات كلها متروسه دجاج ولحم الله يزيد الله يزيد ويبارك اللي جاي الله يزيد صدر ويبارك الدجاج الافخاذ هذا الزيت هذا المعجون هاي ما شاء الله نعمه الله ما شاء الله خير من الله موجوده والحمد لله. اكو ناس داعمين الخير على مود هذا المشروع يستمر يدعموني اكثر من اللازم ويقول شو تريدون نسوي. حج محمود راح تستمر بهذا المشروع ان شاء الله ما تتوقف مدى العمر مدى العمر واذا اولادي وارين ان شاء الله يظلون لان احنا 4 شركه اذا اولادنا وارين ان شاء الله هم يظلون يستمرون ان شاء الله. هسه خلي نشوف الصاله بعد اللي متواجدين بها الصاله شوفوا هناك بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكركم على اذاعتكم اذاعه فرات وهذا انسانيه من عندكم يعني تنظرون على الناس الفقراء بهذا الوجه بهذا الوقت خدمتكم احنا خادم ربكم ان شاء الله. تغديت لو بعدك مليون عافيه الحمد لله تغديت ايه. واني بالنسبه لي شو الشغل شنو شغلك شو اسمه انظف الساحات او الجمال وما عندي امكانيه اقدر اشتغل غير شغله قوية يومي ينطوني 5000 دينار بالجراج والناس نوبات يساعدوني هاي 1000 دينار هاي 2000 دينار قوة ماشي معي ساعدوك 1000 2000 فهذا المطعم هنا من تجي هذا الزلمة الخير هسه رجال خير خير فتح المطعم هنا. شلون نشوف هاي تجربتهم؟ والله خدمة إنسانية عالية خدمة إنسانية عالية يعني كلش ويا الناس متواضعين يعني الفقراء كلهم يجون هنا ويعني يقول لهم لا تستحون هنا احنا مثل اخوانكم تفضلوا لا تستحوا اي شيء تطلبون هذا الاكل موجود. تغديت له بعدك؟ ها؟ تغديت له بعدك؟ الحمد لله. ما انا بعد ما متغدى عبال نتغدى تفضلوا وياي. شكرا. تفضل الله نطبخ يوميا 30 كيلو تمن معني ونسوي يوم فاصوليه مثلا يوم تبسي يوم شجر هسه اليوم شجر ولحم وتمن وفضل الله هذا التمن طبعا نشتغل كل شيء درجه اولى يعني التمن درجه اولى ما نشتغل مال حصه كذلك اللحم كله مال غنم ونشتغل المخضر يوم بيوم متازه والحمد لله نطلب بس الرضا من الله ومن المواطنين ما اكثر ولا اقل. We'll be right back.
اكو غيره اخر في محافظه كركوك اللي تنبض بالغيره، اسطى فارس يسموه، حلاق كوافير هنا موجود. حلاقه الفقراء والمساكين مجانا، بالاضافه الى ذلك انه كادر متخصص للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصه روحوا لهم للبيت. مبادره اخرى انه اسطى فارس بين فتره واخرى يكون حاضر في دار المسنين، ايضا يقدم الخدمات مجانا. وموجود موقع اسطى فارس مجاور لماده الخير المطعم، يعني تجي هنا تاكل تطلع من المطعم تجي هنا تحلق مجانا، كل هذا مجانا. فدعانا اسطى فارس، خلينا ندخل نسولف وياه، تعالوا. السلام عليكم. شلونك اسطى؟ شلونك؟ زين الله يحفظك. احنا نعتذر يعني احنا خلال شغلك في الجامعة. احنا قرينا القطعه العروض للفقراء للمساكين مجانا. شنو موضوع الكادر المتخصص انه يدزون للبيوتات المرضى؟ اكو مريض ما يقدر يجي، اكو ما عنده امكانيه وشي، احنا نروح له على البيت. ومجانا؟ اي كل يوم يهم، مو يعني يوميا؟ اي يوميا. اي شخص يوميا مريض اي او ما عنده امكانيه اي او محتاج إيه؟ او ما عنده فلوس انه يوصلك اللي جاي اي احنا نروح على بيتهم. انت تروح على بيتهم إيه؟ تحلقوه مجانا؟ اي مجانا. تمام زين. انا ما اريد اقول ليش، لان هذا عمل الخير. اي اريد اقول انه انت حلاق وهذا يعني يوميا، خلينا نقول كم واحد يجي ومجانا تحلقه؟ والله خمسه سته؟ والله زايد ازيد اكثر؟ اي هذا ما اثر على رزقك؟ لا اعتيادي. لا الله رزقك اكثر. اي اي والله هو بيد رب العالمين. بيد رب العالمين. ايش قد تسوي زينيه قد يزود. فانت كل ما مستمر انت بهذا العمل شو يزداد رزقك لو يقل؟ لا والله يزيد. هسه انت عروضك للفقراء، للمساكين، للمرضى، للمحتاجين. إيه؟ مجانا. مجانا، يا يوم يخابروني اروح. يا يوم ما عندك مشكلة. لا لا، أي مشكلة ما عندي. مو تقول مثلا عندك إيجار أنت ومطلوب منك وحلاق وهنا موجود. لا اعتياد. اعتيادي. إي الحمد لله. يعني ما يجي راس الشهر وأنت ما دافع الإيجار وأنت رزقك موجود. لا الحمد لله، هو رب العالمين يسهل. رب العالمين يسهل. إي والله. نقول لك نعيمة؟ نعم الله أحوالك، بارك الله فيك. الله يسلمك. شلون ياك مصطفى فارس؟ والله درجة أولى ما شاء الله. درجة أولى مجانا. اي والله خطي، والله ما يقصر، بس حلاقة مالته درجة أولى. والحلاقة مالته درجة أولى. مخلص أولى. مخلص بعمله. مخلص بعمله. اي والله. شوف هاي مبادرته يعني تجون هنا مجانا حلاقة. اي والله خطي، والله ما يقصر. ما يقصر. اي والله. والنعم منك ومن. شكرا. يا ممنونين. حبيبي. الله يحفظك، شبابها شيابها الكل هنا، أبناء هذه المحافظة الأصيلة العراقية. اللي تنبض بالغيرة كركوك، الكل هنا يحاول من موقعه كل شخص أن يقدم الخدمة لمجتمعا. هذه المناطق مناطق فقيرة ومعدومة، فبالتالي كثرة العاطلين، كثرة الفقراء والمحتاجين، وأيضا الكسبة اللي بيادوب يوميتهم 5000 دينار توصل، فهذا ما راح يقدر أنه يوفر كل شيء. فحلاقة هنا مجانا، وأيضا المطعم اللي موجود مائدة الخير مجانا. نسينا الفرع الثاني؟ لا بعدنا راح نروح للفرع الثاني بطريقنا، تعالوا يعني. هذا الفرع الثاني، سولف متابعينا الأحبة، مطعم يوميا يقدم 500 وجبة مجانا للفقراء، للمساكين، للمحتاجين، لأي واحد يجي. العشرات يشتغلون هنا، تجي أنت موعدك الساعة 12 الظهر تستلم الوجبة هذه، تريد أكثر ينطوك. العشرات يشتغلون هنا يقدمون الخير الأهالي هذه المناطق اللي موجودة، كراج ليلان، هذه المناطق الفقيرة والمعدمة جدا. فهذه الوجبة اللي موجودة تجي انت وتستلمها منها، ما تنطي اي فلس، ما يسألوك انت وين مكانك، وين تسكن، شنو تشتغل، عندك او لا، محتاج او لا. لكن هو اصلا المطعم واصلا فكرة للفقراء للمحتاجين. تجي انت هنا موعدك ساعة 12، يمكن بعد هذا التصوير راح يومية يجوهم أكثر من 1000 واحد يستلمون، لكن حالياً 500 وجبة يومياً يقدم فقط على الغداء هذا المطعم. تجي أنت
وتاخذ هذه الوجبه وجزاهم الله خير الجزاء والله يوفقهم، وفكره ممتازه جدا، ونتمنى انه تتكرر هذه الفكره في باقي المحافظات العراقيه وفي بغداد، ونشوف انه هذه المطاعم اللي تقدم الوجبات الغذائيه للفقراء للمحتاجين، حجي محمود وباقي شباب هنا اللي خليتنا حل يشتغلون يعني متطوعين مجانا، اللي يجي هنا ينظف، اللي يجي يجهز، اللي يجي هنا يطبخ، اللي يجي ينقل الوجبات، كله مجانا. شباب اغلبهم شباب يجون هنا ويشتغلون درجه اولى الاكل، درجه اولى اللحم، درجه اولى الدجاج، درجه اولى، حتى يقول التمن هو همو مال الحصه. الله يوفقهم ويكثر خيراتهم. خلونا عدسة المهمة تتجول لأن صار زخم عليهم بهذا الوقت، ويمكن الكاميرا ترصد عدسة المهمة أنه بهذا الوقت توافد العشرات. قلت لكم إلى أن تتم 500 وجبة يلا يقولون أنت. الحمد لله والشكر، الله وفقنا، وهالناس اللي يجون ياكلون بالعافيه عليهم، والله يوفق الجميع ان شاء الله، والله يرضى عن كل من يشارك بهذا المشروع. يعني اي واحد يشارك بقلاص ماي، بطل ماي، بماعون سفري، بماعون خاشوك سفري، الله يرضى عنه. بارك الله فيك. احنا جايين متطوعين هنا نوزع اكل على الفقراء، على المساكين، وخادم لهم كلهم. اي واحد يجي هنا ياكل احنا خادمين ويدللوا على عيني وعلى راسي. واحنا كلش فرحانين وكلش سعداء لان احنا نساعد الناس كل المحتاجين والفقراء، ترى السعاده مو بالفلوس. والسلام عليكم. المطعم انت تجي يوميا هذا المطعم؟ اي البارحه جيت اكلت، الف رحمه الله والديهم، الله يخليهم من الفقراء، مطعم فقراء ياكلون. تجي مساكين؟ اي يوميا تجي؟ اي يوميا اجي. شنو عملك؟ شنو الشيء؟ والله اشتغل يم دارة الكهرباء، اجي هنا اكل. شنو شغلك هناك؟ كاسب الحمد لله. اي الله يرزقك، فتجي هنا يوميا تاكل؟ اي اكل، الله يخليهم، الله يحفظهم، خوش اكل. خوش اكل. اي الله يرزقهم ان شاء الله. هسه انت اليوم جيت غديت لو بعد؟ اي تغديت الحمد لله. مليون عافيه. اي اي رحم الله والديك. شوف الناس ببساطتها، الفقراء ببساطتهم، هم ايضا كرماء بالوصف بالتعبير عن مشاعرهم. يشكرون الاخوه هنا الحاج ربيع والحاج محمود على افتتاح هذه المطاعم، باعتبار انه خدم شريحه كبيره من المجتمع، خصوصا هذه المناطق الفقيره جدا. هم في نيتهم انه يتوسع المشروع وتكون سلسله مطاعم داخل محافظه كركوك. يعني وصلنا مطعمين، ان شاء الله تكون سلسله مطاعم موجوده مجانا للفقراء. نتمنى انه هذه الدقائق يعني تستمر، الوقت يستمر، ونكون موجودين هنا ونتجول في محافظه كركوك، لكن هذا ما يسمح به وقت حلقه هذا الاسبوع. ان شاء الله التوفيق، مزيد من التوفيق لكل الساعين واللي يقدمون الخير للفقراء ولكل المجتمع. اشوفكم ان شاء الله بحلقات قادمه، في امان الله.